السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية. درسنا اليوم هيا للنشاط مع الصف السادس الابتدائي. هيا 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 للألعاب، هيا للحرية، هيا 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 يا فصل الأحلام، هيا للموسيقى، هيا للأنغام، هيا يا أصحابي، هيا للمستقبل. نحن الأمل المشرق، نحن الجيل الأجمل، وطني الأسمى دوما أحلى ما في الدنيا، مصر الأولى علما عاشت دوما عليا. مع تدريبات الدرس، قال الشاعر: هيا يا أصحابي، هيا للمستقبل، نحن الأمل المشرق، نحن الجيل الأجمل. 1. اختار الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. جمع الأمل: الأميال، الآمال، الأموال، الآمال. مرادف هيا: انتبه، اذهب، اسرع، اسرع. مضاد الأجمل: الأقبح، الأعظم، الأطول، الأقبح. ما الفكرة التي يدور حول البيتين السابقين؟ تدور حول النشاط والحركة والحرية. وهذا يا أعزائي السؤال متروك للطالب. وطني الأسمى دوما أحلى ما في الدنيا، مصر الأولى علما عاشت دوما عليا. أكمل ما يأتي: جمع الدنيا، مضاد الأول، مرادف دوما، مرادف الأسمى. بما وصف الشاعر مصر، ماذا دعا الشاعر لوطنه؟ قد انتهى وقتي معكم، وأوعدكم بلقاء آخر مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.